أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم دائما وأبدا في المتابعة عبر شاشة تلفزيون الفجر ومن خلال بث الإلكتروني المباشر، وكذلك صوما مقبولا وإفطارا شهيا نتمناه لكم جميعا دائما وأبدا في مشوارنا. اربح مع عزيزة، شركة دواجن عزيزة، شركة وطنية بامتياز، منتج وطني فلسطيني غذائي صحي خالي من الدهون ونبات وأعلاف نباتية 100%. كل ما تحتاجه الأسرة الفلسطينية للولائم جاهز ومتكامل لدى عزيزة دائما أبدا، دجاج كامل مقطع وكبدة وكل هذه المنتجات. كل عام وانتم بخير. احنا برنامجنا اسمه اربح مع عزيزة، اذا بتجاوبي صح بتاخدي قسيمة شرائية بقيمة 100 شيكل، تمام؟ طيب سؤالنا بيقول، لان احنا هيك غيرنا للسؤال، كنا حاطين على رياضة، غيرنا من رياضة. ما هو الشيء الذي خلق من حجر وحفظ بالحجر وهلك بالحجر؟ خلق من حجر وحفظ بالحجر وهلك بالحجر. البركان لا، هي يعني اكثر من موقف، عشان هيك بدنا نفسرهم واحد واحد. خلق من حجر ايش بالضبط؟ سامعه فيها؟ يعني الانسان هيك. كل عام وانت بخير. طيب نيجي هون في هذه اللحظات، يعطيك العافيه خالتي، عافيك، كل سنه وانت سالمه، انت سالمه، رمضان كريم يا رب. الحمد لله، تركيا طيب. احسن بلد بالعالم، فيش فيها مشاكل وهاديه. من وين حضرتك؟ من دار القدس. اهلا وسهلا. اهلا فيك. طيب خالتي، سؤالنا بيقول اذا بتجاوبي صح بتاخدي مباشره قسيمه شرعيه بقيمه 100 شيكل من عزيزه. اهل تركيا الكريم بيشتغلوا من عائل، فيش يعني فيش مشاكل، بيعملوش مشاكل. طيب سؤالنا بيقول، ما هو الشيء الذي خلق من حجر وحفظ بالحجر وهلك بالحجر؟ سامعه فيه؟ انا ادم. لا للاسف، كل سنه وانت سالمه. طيب نيجي هون، يعطيك العافيه، كل عام وانت بخير. انت بخير. كيف شهر رمضان معك؟ بالصلاه على النبي. الحمد تمام. لله، فضل من الله. الف الف الحمد لله. طيب سؤالنا طبعا اربح مع عزيزه، بالجواب صح بتاخذ قسيمه شرائيه بقيمه 100 شيكل، تمام؟ تمام. سؤالنا بيقول، ما هو الشيء الذي خلق من حجر وحفظ بالحجر وهلك بالحجر؟ خلق من حجر اللي هي ناقد صالح، وحفظ بالحجر اللي هم اهل الكهف. الله عليك. اللهم صل على سيدنا محمد، وهلك بالحجر اللي هو برهان الاشرف. الله عليك، ولو انا يعني ما شاء الله اول حد بجاوبه بشكل كامل. شو بتحب تحكي لعزيزه؟ كل عام وانتم بخير ويسلموا، ان شاء الله تظلوا بخير. كل عام وانت. سؤالنا بيقول، كيف انت والرياضه، منيح؟ والله مش كل الكابتن. مش متابع للرياضه؟ انا مش كل الكابتن، انا بشوف ايش. طيب انا بدي اعطيك يعني احاول سؤال هيك سهل، مين هو الفيلسوف اللي كان تلميذ لسقراط؟ تعرف انت مين هم الفلاسفه؟ والله ما بعرف، بتفرجش على التلفزيون، انا بتفرج على شو عم بشوف ايش يعني بشوفش. طب احنا بدنا نربحك، بدنا نربحك، بس بدي اعطيك خيارين لهذا السؤال. مين هو الفيلسوف اللي كان تلميذ لسقراط؟ هل هو افلاطون ولا ارسطو؟ وخليك على الجواب الاول. افلاطون. نمشي مع افلاطون. تاخذ قسيمه شرائيه في هذه اللحظات عمي من شركه دواجن عزيزه. شو بتحب تحكي لهم؟ شكرا لهم، بارك الله فيهم. كل عام وانت بخير. وانت بخير. الله يسعدك. طب نيجي هون على الامورات الحلوات الصغار. مرحبا. مرحبا. كل عام وانت بخير. وانت بخير. شو اسمك؟ سهام. سهام. وانت؟ ريتاج. يا اختي ما احلاكم. وانت ايش اسمك؟ سلام. سلام. وانا تيا. وانت تيا. تيا. احلى الاسماء. طيب انا بدي اسالكم سؤال، اذا بتعيدي هاي العباره صح بتاخذي قسيمه شرائيه من عزيزه 100 شيكل. طيب العباره بتحكي، خميس الخباز خبز خمس خبزات. انا بدنا نشوف، لحظه خلينا نعطيها فرصه. ايه خميس في خيارات. لا هي عباره، شو يعني خميس الخباز خبز خمس خبزات. ايه يلا شو يعني كيف عديها؟ يلا عد. اشوفتي يعني أنا. خميس الخباز خمس خبز 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 خبزات. انا ايه خميس خباز خبز خبز خمس خبزات. خميس الخباز خبز خمس خبزات. احسنتي،
كمان مرة. خميس الخباز خبز خمس خبزات. كمان واحدة. خميس الخباز خبز خمس خبزات. وهي قسيمة شرائية من عزيزة، شو بتحبي تحكي لهم؟ شكرا لكم، رمضان كريم، كل عام وانت بخير. وانت بخير، يلا يسعدكم مع احلاكم. طيب احنا بنكمل معكم في مشوارنا دائما وابدا، اربح مع عزيزة. عزيزة طبيعي اطيب. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا من اربح مع عزيزة. أشكر الزميل برا عمر في التصوير والمونتاج، وكذلك الزميل خباب الأسمر في المساعدة، وأنا وفاء زيدان من أمام الكاميرا، وإلى اللقاء.